وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون اتخذت قرارا بإرسال مقاتلات شبحية خارقة وخطيرة من أجل ردع إيران وأذرعها في منطقة الشرق الأوسط، بل بالإضافة إلى ذلك لردع روسيا والطائرات التي أتحدث عنها هي طائرة F-35 الشبح صاحبة التقنيات والإمكانيات العالية للغاية على العديد من المستويات. بالإضافة إلى ذلك إلى أن القرار أيضا شمل هذه المدمرة الأمريكية USS توماس هادنر، أيضا قاموا بإرسالها باتجاه إيران وباتجاه مضيق هرمز بشكل خاص. طبعا التفاصيل تم الإعلان عنها يوم أمس بهذا الشكل من قبل وزارة الدفاع الأمريكية، كذلك الوول ستريت جورنال وأيضا المونيتور نشرت جميع التفاصيل ما جرى ولماذا هم أرسلوا هذه القوة الإضافية إلى منطقة الشرق الأوسط، وطبعا الأسباب المهمة لماذا أرسلوا هذه الطائرة بهذا الاتجاه، وكذلك لماذا أرسلوا أيضا المدمرة الأمريكية التي تحدثنا عنها إلى الخليج العربي بشكل خاص، وذلك بسبب تصرفات إيران في هذه المنطقة. فهم لاحظوا على سبيل المثال بأن الإيرانيون قاموا في 5 يوليو من هذا الشهر، طبعا من هذا العام، قام الإيرانيون بعملية محاولة اختطاف لشاحنتين أو سفينتين تجارية. الأمريكيون تمكنوا من إبعاد الإيرانيين وعملية اقتراب الإيرانيين طبعا بالزوارق الصغيرة من أجل السيطرة على هذه السفن التجارية، ولكن سرعان ما قام الإيرانيون في اليوم التالي أي في 6 يوليو من عملية احتجاز واحدة من السفن التجارية، وتمكنوا طبعا من تحقيق ذلك أيضا في نفس الوقت بين شهر أبريل وبين شهر مايو. أيضا بين أبريل ومايو تمكن الإيرانيون من عملية احتجاز ناقلتين للنفط أيضا، وكذلك في شهر نوفمبر من العام الماضي الإيرانيون تمكنوا ببساطة من عملية استهداف إحدى السفن التابعة لإسرائيل أو لإحدى الشركات الإسرائيلية بطائرة من طائرات شاهد 136 المفخخة بحسب الاتهامات الأمريكية والإسرائيلية. طبعا قاموا باستهداف هذه الناقلة الإسرائيلية بهذا الشكل، وبالتالي أنت تلاحظ بأن هنالك نشاطا إيرانيا كبيرا متصاعدا في هذه المنطقة، والأمريكيون هنا اضطروا لإرسال هذه المدمرة التي نتحدث عنها. الأمر ليس مرتبطا فقط بإيران كما تحدثنا، بل هو مرتبط بروسيا. وما دخل روسيا بهذا الأمر يا ترى؟ روسيا في حقيقة الأمر هي تقوم باحتكاكات خطيرة للغاية على مستوى سماء سوريا مع الطيران الأمريكي أو طيران التحالف الدولي الذي يعمل على مواجهة تنظيم داعش الإرهابي كمهمة رئيسية له. الروس أصبحوا خطيرين للغاية في الفترة الأخيرة بحسب التقارير الأمريكية، وبأن إرسال طائرات F-35 الشبح الآن بحسب الإعلان الذي جاء يوم أمس هو يأتي بسبب احتكاك جديد من قبل الروس تجاه الأمريكيين تم في اليومين الماضيين أي يوم الأحد الماضي، وتفاصيل هذا الأمر نشر في على البوليتيكو الأمريكية اليوم من مسؤولين أمريكيين، وهذا ما ذكر على البوليتيكو. مقاتلة روسية حلقت قرب طائرة استطلاع أمريكية في سوريا وعرضت حياة طاقمها للخطر، أي أنها لم تكن مسيرة، وأضاف الآتي: الحادثة وقعت الأحد الماضي أي قبل يومين، وتمثل تصعيدا كبيرا للاستفزازات الأخيرة في سماء سوريا، أي استفزازات التي تتحدث عنها الولايات المتحدة الأمريكية لكي يضاف لها هذا الاستفزاز الذي تتحدث عنه في سماء سوريا. طبعا كان قد نشر البنتاغون أو التحالف الدولي سنتكوم تحديدا القيادة المركزية الأمريكية نشروا هذا المقطع الذي يصور طائرة سوخوي 35، وقالوا بأنها كانت تحتك بطائرة MQ-9 ريبر مسيرة أمريكية طبعا فوق هذه الأرض طبعا وهي فوق سوريا كما يتحدث الأمريكيون. وأيضا في نفس الوقت كان هذا الموقع الذي ترونه وهو DVIDS التابع لوزارة الدفاع الأمريكية كان قد نشر مقطعا مماثلا لنفس الحادثة التي تمت في 5 يوليو، وكانت هذه واحدة من اللقطات التي نشرت في حقيقة الأمر من هذا الفيديو الذي ترونه أمامكم. وإذا ما حاولنا أن ندقق في طبيعة هذا الموقع أين بالضبط كان هذا الاحتكاك الذي جرى ما يقارب في 5 يوليو كما تحدثت القيادة المركزية الأمريكية، وستلاحظ بأننا أمام طريق مميز بهذا الشكل من هذه الصورة الخاطفة السريعة لتقريبا ثانيتين ظهرت طبعا هذه الصورة. ستلاحظ بأننا أمام قرية أولى، قرية ثانية، قرية ثالثة، وهنا شكل مميز على مستوى تضاريس الأرض بالقرب طبعا من هذا الطريق، وأيضا ستلاحظ مقابل هذه القرية التي أشرنا لها قرية أخرى وهنا قرية بهذا الاتجاه، وبالتالي علينا البحث
عن شكل هذه المنطقة. طبعا الحديث من بعض الأوساط قالوا بأن هذه الأمور كلها تمت فوق منطقة الباب القريبة طبعا من حلب، وبالتالي يجب أن نبحث عن هذه اللقطة. وأيضا في نفس الوقت المقطع الذي تحدثنا عنه في البداية والذي ظهرت فيه طائرة السوخوي 35 الروسية وهي تحتك بطائرة MQ-9 ريبر المسيرة، توضح بأننا أمام مدينة طبعا بهذا الاتجاه، وأيضا طريق مميز بهذا الشكل، وأيضا طريق آخر ترتبط فيه قرية أخرى أو مدينة أخرى بهذا الشكل، وأيضا نلاحظ بأننا أمام تضاريس مميزة باللون الأبيض كما هو ملاحظ. هذه التضاريس كانت قد ظهرت بصورة أوضح، هي نوعا ما مرتفع أو مرتفعات واضحة جدا باللون الأبيض، من الممكن لنا أن نبحث عنها في القمر الصناعي. بالتالي بالحديث على أنها في منطقة الباب لنتجه، هذه هي سوريا التي ترونها، نتجه إلى حلب، ترى بأنك هنا أمام حلب وهنا أمام الباب التي تأتي تقريبا إلى شمال شرق حلب من النقطة التي نراها. وبالتالي بالتوقف هنا بهذه الصورة التي ترونها من الباب، هذه هي الباب، ستلاحظ بأننا أمام طريق نوعا ما مشابه لشكل الطريق الذي رأيناه قبل قليل، وبالتالي نحن بحاجة لعملية التفاف بسيطة تقريبا أقل من 180 درجة لكي نحاول أن نحصل على نفس اللقطة التي رأيناها والتي طبعا صورتها القيادة المركزية الأمريكية. وبالتالي إذا ما اقتربنا من هذه المنطقة هنا كما لاحظنا ونلاحظ، سنلاحظ ببساطة بأننا أمام فعلا نفس الطريق، قرية أولى، قرية ثانية، قرية ثالثة، نفس التضاريس التي رأيناها قبل قليل، وطبعا تقابل هذه القرية قرية أخرى هنا، وأيضا هذه هي القرية الثالثة، وبالتالي كل شيء متطابق، وهذا يعني أن الاحتكاك كان قد تم في هذه المنطقة تحديدا. أما اللقطة الثانية فعلينا البحث عن هذه المرتفعات المميزة التي طبعا ظهرت في لقطة طائرة السوخوي 35، وبالتالي إذا ما توقفنا ببساطة في هذه المنطقة سنلاحظ بأننا أمام مرتفعات هنا وأيضا مرتفعات هنا أيضا باللون الأبيض مميزة للغاية، وبالتالي علينا التدقيق بين هذه المرتفعات. وإذا ما اتجهنا للتدقيق على هذه المرتفعات على سبيل المثال بالأخذ بالعلامات طبعا التي قمنا بتأشيرها على مستوى الطريق، على مستوى القرية وغيرها، نحن بحاجة بكل تأكيد التوجه أو التحرك على مستوى 180 درجة، وبالتالي إذا ما توقفنا سنجد فعلا أن الأمور تبدو متطابقة لما رأيناه قبل قليل بهذا الشكل. هذه هي المرتفعات التي تحدثنا عنها، ولكن القرية الثانية التي كانت موجودة هنا ليست واضحة، لا تبدو واضحة كما كانت في عملية التصوير للقيادة المركزية الأمريكية، ولكن نحن بحاجة إلى صورة أوضح طبعا للقمر الصناعي، وهذه هي الصورة الأوضح بكل تأكيد، وبالتالي كل شيء يتأكد هنا بالنسبة لنا. والمرتفعات أيضا إذا ما أردنا التأكد منها ستلاحظ بأنها فعلا متطابقة مع كل ما رأيناه، بالتالي الاحتكاك الذي جرى مع بين الطائرات الروسية والطائرات الأمريكية هي كانت قد جرت في هذه المنطقة بالضبط. وأساسا الأمريكيون آنذاك في 7 يوليو كانوا قد نفذوا عملية في حقيقة الأمر بطائرة MQ-9 ريبر في هذه المنطقة ضد أحد أهم القيادات الخاصة بتنظيم داعش الإرهابي، وكانوا قد نشروا التفاصيل في 9 يوليو وتحدثوا بأنهم في 7 يوليو كما تلاحظ كان أسامة المهاجر هو الذي قامت القوات الأمريكية من اغتياله. وأيضا لو نلاحظ في نهاية هذا البيان ستلاحظ بأنهم قد ذكروا عملية الاحتكاك التي جاءت مع طائرة MQ-9 ريبر من قبل الطائرات الروسية، وقالوا نفس هذه الطائرة هي التي اغتالت هذا القائد الخاص طبعا أو القائد الموجود في تنظيم داعش الإرهابي، وبالتالي نوع من العرقلة تأتي لعملياتهم ضد تنظيم داعش الإرهابي من قبل الروس، فهم بالتالي منتبهين تماما لهذه المضايقات، وأيضا الأمريكيون منتبهين تماما للتقارير التي أوضحت بأن روسيا وإيران تعملان واتفقتا على العمل على إخراج القوات الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية من الأراضي السورية والشرق الأوسط بشكل عام، ولكن العمل هنا يأتي على سوريا. وبالتالي وعلى هذا الأساس كانت لديهم عدد من القرارات السريعة قبل طائرة F-35 وقبل المدمرة التي أعلن عنها البنتاغون يوم أمس، كان هنالك أيضا إعلانا بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب وبنفس المهام بإدخال طائرات F-16 الأمريكية لنفس القضية طبعا بكل تأكيد. وهذه طبعا كانت هي قضية مثيرة للغاية، لأن هذا الإعلان مباشرة مع الإعلان عن إدخال قوات الفرقة الجبلية العاشرة 10th Mountain Division
2500 عنصر قد دخلوا إلى العراق وإلى سوريا أو هم في طريقهم أساسا للعراق وإلى سوريا لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي. طبعا هذه القوات قوات مختصة للغاية. بمجرد ما جاءت هذه الأنباء من طائرة الاف 16 ودخول هذه القوات بدأت الفصائل المسلحة المقربة من إيران بالتحرك على الحدود العراقية أو من اتجاه الحدود العراقية إلى الحدود السورية، وكان هنالك نشاطا كبيرا تجاه القوات الأمريكية. وطبعا وكالة صدى الشرقية كما تلاحظون نشرت هذا المقطع على ذمتهم، وهم يوضحون بأن هذا المعبر معبر غير رسمي دخلت من خلاله فصائل مسلحة مقربة من إيران من العراق إلى الداخل السوري. بهذا الشكل يحشدون ضد التعزيزات الأمريكية التي تأتي إلى شرق نهر الفرات، لأنهم بدأوا يتحدثون بأن الأمريكيين وكذلك قوات قسد قوات سوريا الديمقراطية بدأوا يهيئون لعمليات ضدهم على المستوى العسكري لتطهير غرب نهر الفرات في سوريا. وأيضا في نفس الوقت طبعا وكالة عين الفرات يوم أمس كانت قد نشرت تفاصيل عن تحركات الحرس الثوري الإيراني في عمليات التعبئة والتهيئة للعمليات الأمريكية ومواجهتها. دير الزور 24 أيضا كانت قد نشرت تفاصيل أكدت تفاصيل عين الفرات، والذي ذكرته ببساطة بأن التحركات الخاصة بهذه الفصائل المسلحة هي تأتي من البوكمال بشكل مكثف، استعراضات وحضور كبير ومقرات وتعبئة وأيضا نقل أيضا عناصر خاصة بهم إلى دير الزور وتعبئة كبيرة على مستوى دير الزور. وطبعا دخول الفصائل المسلحة كما تتحدث هذه الوكالات المقربة من إيران من العراق إلى سوريا للقيام بهذه التحشيدات تجاه القواعد الأمريكية. وطبعا هنالك قاعدة كونيكو قريبة أو مقابل دير الزور هنا في هذه المنطقة باللون الأصفر التي تعتبر منطقة نفوذ قوات سوريا الديمقراطية وحدات حماية الشعب الكردية وأيضا طبعا القوات الأمريكية. وفي نفس الوقت أيضا أن هنالك قاعدة أخرى وهي قاعدة حقل العمر النفطي الذي تتواجد فيه القوات الأمريكية. وسبق لجريدة الأخبار اللبنانية أساسا في اليومين الماضيين كانت قد ذكرت بأن أنظمة الحرب الإلكترونية قد دخلت مع هذه القوات وأصبحت موجودة أساسا في حقل العمر النفطي وفي قاعدة كونيكو مع القوات الأمريكية، وهو أمر قد أكده مصدر خاص لنا أيضا بدخول فعلا هذه الأنظمة، ولكن هم أدخلوها ليس ضد الفصائل المسلحة المقربة من إيران بحسب المصدر الذي أطلعنا حقيقة على أنها على طبيعة وطبيعة عمل هذه القوات تأتي ضد تنظيم داعش الإرهابي في تلك المنطقة وهي بحاجة لها. كل قوات لها تخصصاتها وطريقها في التعامل طبعا مع كل شيء. وما ذكرته طبعا وكالة عين الفرات هنا قالت بأن الحرس الثوري الإيراني كثف تواجده أساسا في دير الزور ويقوم بعمليات زيارات مكثفة لمقرات الفصائل المسلحة المقربة من إيران ليطلعوا على طبيعة التعبئة، بل أنهم أكدوا أيضا أن هنالك مدافعا ميدانية قد تم نصبها في دير الزور، وأيضا أن هنالك رشاشات أو مضادات جوية قد تم تنصيبها فوق مقرات الفصائل المسلحة المقربة من إيران هناك استعدادا للهجوم الأمريكي كما تتحدث طبعا هذه الفصائل بكل تأكيد. وكانت هنالك لقطات نشرتها حصرية وكالة عين الفرات لكي تثبت طبعا تقريرها وما نشرته من تفاصيل لطبيعة إحدى المقرات التي توضع عليها إحدى الرشاشات أو المضادات الجوية طبعا التي تلاحظونها هنا كما يؤشرون عليها، وبالتالي هذا مضاد أو مضادات جوية جديدة طبعا وضعت على هذا المقر. وأيضا قاموا بتصوير أيضا التعزيزات التي تأتي باتجاه دير الزور بهذا الشكل كما تلاحظون، والحديث بأنها قادمة من البوكمال تجاه دير الزور، تحشيدات كبيرة، حضور كبير، حرس ثوري، فصائل مسلحة مقربة من إيران، فاطميون الأفغاني، حضور كبير لمواجهة. لا نعلم ما الذي ممكن أن ينتج من كل هذه التحشيدات بكل تأكيد، وهذا قد يفسر كثيرا ويفسر كل شيء مما نراه اليوم من عملية حضور لطائرة الاف 35 الشبح وكذلك المدمرة الأمريكية يو اس اس توماس هادنر إلى الخليج العربي باتجاه إيران، وطائرات الاف 16 وطائرات الايتن وورد هوغ كلها حاضرة على مستوى كبير على المستوى السوري. أيضا يجب أن ننتبه إلى قضية بأن كل هذه التطورات التي تحدثنا عنها الآن هي كلها تأتي بسبب تأزم الأمور مع إيران على مستوى المفاوضات النووية. المفاوضات النووية متوقفة تماما مع إيران، وبأن وجود هذه الحركة الكبيرة في سوريا قد تعتبر جزءا من الضغط أساسا الذي تريد إيران أن تنفذه طبعا على القوات الأمريكية الموجودة في سوريا. وأيضا في نفس الوقت أن طائرات الشبح
الF-35. هذه الطائرات علينا أن ننتبه إلى قضية بأنها أينما حلقت، إن كانت في سوريا، إن كانت فوق الخليج العربي أو خليج عمان أو مضيق هرمز، فلا حد قادر على عملية ضبطها، فالرادارات غير قادرة على ضبط أين تتواجد هذه الطائرات. وأيضا يجب أن ننتبه بأن هذه الطائرات هي طبعا بوجودها بهذا الشكل يعني بأنها قادرة أيضا على التحليق فوق إيران ومراقبة ما يجري على المستوى الإيراني، على مستوى المفاعلات النووية، على مستوى المضادات الجوية، التحركات وغيرها، تستطيع عملية التجسس، تستطيع من القيام بهجمات أيضا إلكترونية. هي طائرة خارقة للغاية، بالتالي هي أيضا تفتح بابا خطيرا هنا فوق الأجواء الإيرانية، والإيرانيون لن يشعروا بشيء إن حلقت هذه الطائرات طبعا فوقهم بهذا الشكل. ويجب أن ننتبه أيضا بأن هذه التحركات هي تأتي أيضا بعد انتهاء تدريبات أمريكية إسرائيلية كان قد تم الإعلان عنها من قبل الجروزلون بوست في 10 يوليو. التدريبات بدأت في 9 يوليو لمدة أسبوع كامل، وجاء هذا الانتشار الكبير لكل هذه الطائرات وكل هذه القدرات العسكرية، بالتالي الأمور فجأة تتصاعد بشكل كبير في منطقة الشرق الأوسط.